بداية نحن الوجينة نطقناها كيف تحقق ما تريد. جميل. في عندنا هنا الطلب. جميل. فهنا يعتمد بداية على حاجة اسمها رغبة. طيب. فهي أول خطوة عندنا لابد موجود حاجة اسمها الرغبة. الرغبة هذه عندنا رغبة إما إنها تكون حقيقية أو رغبة لفظية. الرغبة اللفظية أنا عندي رغبة إني أحقق ما أريد، ولكن ما عندي أكون صدق الرغبة في التحقيق، ما هي صادقة، ما هي صادقة. جميل. أتنفست ما تنفست قدر الله ما شاء فعل. لا، هي مو حكاية قدر الله. نعم، كل شيء بقضاء الله وقدره، ولكن أين سعيك؟ السلام. متى تكون أنت صادق مع نفسك؟ أنا عشان أبى أحقق الرغبة هذه، أنا حابب أن أكون ناجح، أنا حابب أني أنفذ الطاولة هذه، أنا حابب أني أخترع الجرورة هذه، فلا بد ما يكون عندي رغبة صادقة. طيب، إيش يلي الرغبة الصادقة؟ طيب، أنا عندي رغبة وفعلا أنا إنسان صادق في رغبتي إني أحقق هدفي، فأنا محتاج لأمور معينة. أولها إيه؟ طيب، أنت محتاج لأمور هذه، طب خطط لها. فعندي هنا البند الثاني اللي هو إيه؟ التخطيط. جميل. فإذا اتطرقنا لموضوع التخطيط، هذا موضوع طويل شوية، في عندنا تخطيط وخطة بديلة وكيف إنشاء، ولكن خلينا نأخذها بطريقة مبسطة. أنا يجب أن أضع لنفسي خطة لتحقيق الرغبة هذه. جميل. وأضع خطة بديلة لمراحل تنفيذ هذه الخطة، لأنه خلال تنفيذ الخطة لابد ما تواجهك بعض العقبات. العقبات هذه لابد ما يكون عندي خطة بديلة عشان أتجاوزها. يا سلام. عشان لا توقفني عن الهدف اللي أنا أبغى أوصل له. جميل. ممتاز. طيب، أنا وضعت، قلت لي لابد ما يكون عندك رغبة صادقة. نعم. قلت لي حط خطة. وضعت الخطة. قلت لي حط خطة بديلة. قلت لك طيب حمشي معاك لين آخر الطريق. وضعت خطة بديلة لهذه الفقرات. طيب، أبدأ أنجز. جميل. خد خطوة أولى أساسية. لابد ما يكون عندك خطوة عملية، لا تسوف. جميل. مشكلتنا أو مشكلة السواد الأعظم من الشباب والتسويف، بعض الأخوان يقول لك أنا حسوي رجيم بس إن شاء الله حبدأ يوم الأحد. ابدأ من اللحظة. طيب، أنت تركت الخميس وتركت الجمعة وتركت السبت ليه؟ لا، هي كلها أيام. لا، وبعد في واحد معانا هنا، في واحد من المذيعين اللي ما أبغى أتكلم عنه، يقول حيبدا ان شاء الله نظام الكيتو. الرجيم. إيه؟ يوم 1/1. يعني مو بالحين ولا بعد اسبوع، بعد اسبوعين تقريبا، ولا السنه القادمه. السنه الجايه 1/1 حيبدا الكيتو. واشتهر الكيتو النظام، واشتهر قبل لا يسوي اي شيء، وخلاص يعني 1/1 حيبدا. فما ادري ايش تقول له. السنه الجايه فعدو الانجاز، فعلا العدو اللدود لاي انجاز او لاي نجاح التسويف. لا تسوف. أنا قررت، ابدأ. أنا قررت، اقطع الشك باليقين، ابدأ الآن. ما حيكون قراري والله أنا حبدأ بعد يومين أو ثلاثة. بس مدروس. لا. يا دكتور، طبعا لازم أني إذا كنت بأبدأ في أي مجال أكون دارسة كويس حتى. نعم. لا أقع في معضلات هذا المشروع وأتورط فيه. إذا ما كان التسويف أو ما إذا ما كان التأجيل لغرض معين، لدراسته لغرض معين حقيقي، اي جميل، فيعتبر تسويف. اي جميل، صحيح. ولكن اذا كان التأجيل لحكمه معينه، انا والله محتاج اني اجل ليوم الاحد، انا استلم شهادتي والله، استلم وثيقه التخرج حقتي يوم الاحد، انا فعلا محتاج اني ابدا كاصدار تصريح، التصريح ما حتبدا الدوائر الحكوميه الا يوم الاحد. جميل. هنا في أسباب حقيقية للتأجيل. صحيح. ولكن إنه والله عشان أكون مهيئ نفسياً، إنه والله أحاول إني إذا كان بغرض رجيم أخذ اللي نفسي أكله فيه الخميس والجمعة والسبت، لا، هذا تسويف. جميل. أنت بتعطي نفسك مجال إني أرجع في رأيي.